السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الأعزاء متابعين السباكة. النهاردة هنتعرف إزاي مع بعض أسباب ضعف نزول مياه السخان. زي ما أنتم شايفين طبعا المحبس مفتوح أهون وشغلنا المضخة، ولكن الوصلة بتاعة السخن مش منزلة مية، المية مفتوحة أهي زي ما أنتم شايفين. المفروض إن أنا ما دام عندي مية موجودة المفروض إن الوصلة دي تنزل لي مية مع ضغط المية، بس للأسف الوصلة دي فيها صدى من الداخل ومقفولة معانا، لأن في ناس ياما بيقول لك المية بتاعت السخان ضعيفة. يا ريت إن احنا نقفل محبس الدخول يا جماعة بتاع السخان ده ونحل الوصلة لو أمكن إن احنا نسلكها أو بحتة سلك صلب أو سلك مسمط. طبعا غيرتها زي ما انتم شايفين وركبت لها وصلة صلب، دي أفضل وصلة تركب معانا للسخان لأنها واسعة من الداخل معانا، ويفضل إن احنا نركب عقلة على الماسورة الحديد دي لأنها بيحصل فيها تآكل وبتتفاعل مع الصمارة بتاعة الوصلة معانا. فهي الصمارة نحاس، بس يا ريت ان احنا نركب عولة يكون افضل معانا. يا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.